صخرة في جبل قبلكم سحت رطلا من هلام جائلا في لا مكان، ثم دار الكون فابتدع الزمان، بعدكم صرت صخرا صامتا 50 مليون سنة قابعا في وحدة بلهاء في جوف جبل، هامدا لا صوت لي لا طول لي لا روح لي لا نظرة كبرى، فمن أين المقل؟ مثل صمت الكون صمتي في المجرات البعيدة، صاخب لكنه صامت عنا فلم تبدي الحيل. هل يفسر لغزه للناس يوما ثم نمضي في الحياة بحزون وشجون وسؤالات أقل؟ صخرة لو أن لي سكينة لفصلت روحي عن بلادات الجماد، لو أنني حجر في الرمل مدفونا لشتلت ساريتي وغرقت محزونا. كيف لي إن صرت صخرا مخرج من فوهة الحزن وحل، قابع في خيمتي في لا زمان شاكرا وأنا الأذل، صائم في وحدة بلهاء في جوف جبل. ثم قال الله كن، فتذريت رمالا وتقلبت بمقلات الأديم، ناري الريح بهارات الهشيم، ثم دورت ودورت كإقليم قديم ساعيا بين الصحاري والجبل، وتدحرجت مع هوج الرياح، صرت رملا ناعما كما عديدا لاهيا صاعدا بين الصحاري والجبل، دورة لا تنتهي، لا قبح لي لا حسن لي، فمن يحظى وبالكون عماء بمقل. طاف مليون فقال الله كن، صرت نسرا ثم هومت وهومت على الأرجاء طرا، محرزا تكوين نفسي منذ أن كانت ديار الأهل رملا، صرخة أخرى ولا زال الصراخ، منذ أن سيرني اللاهوت في الناسوت طفلا، وحبوني بالنوايا يافعة وعدوني بالمرايا والسعادة والعسل، ها أنا في كل يوم حائر أشرب الحزن وأقتات الأمل، ذرة في مدة الكون العجيبة ليس من بد سوى السعي حثيثا كصحابي قبل أن أرقى إلى حيث الجبل. دكتور بشرى الفاضل، بوصفك محاضر كنت سابق في جامعة الخرطوم وللغة الروسية بالتحديد، ما دور الأدب الروسي في تجربتك الإبداعية؟ يا ريتك لو كمان كلمتنا شوي عنها. لا حقيقة يعني أنا أفكت كثير من الأدب الروسي، يمكن يكون اهتماماتي الأدبية هي اللي خلتني أمشي أقرأ اللغة الروسية، رغم أن اللغة الروسية ليست تجارية. أنا دخلت جامعة الخرطوم كان في إمكاني أقرأ لغات أخرى، وإمكاني أقرأ فعلا اللغة الفرنسية أو اللغة الإنجليزية حقيقة يعني، ولكن أنا كنت مهتم اهتمامات أدبية، وعارف أنه جرني شديد جدا الاهتمام بالادب ده، خاصه كتاب مثل دوستويفسكي، وكان احنا عندنا في حنتوبه الثانويه تنظيم طلاع الهدهد، وكان عندنا اساتذه مجيدين يعني اذكر منهم بالخير يعني الاستاذ عبد العظيم خلف الله ومحمد عبد العال والاستاذ عبد الله بولا والمرحوم المر، والاساتذه دي كلهم نورونا وعلمونا نقرا من اداب العالميه. وكان في حنتوبة الثانوية المدرسة الثانوية اللي كنا ندرس فيها كان يوجد مسرح عالمي كل أسبوع. هذه الاهتمامات خلتنا نحن نشوف وين أداب العالم اللي نحن ممكن نهتم بها. من الزمن ذاك من الثانوي جينا مطلعين على بعض الكتابات الروسية، فأنا قلت خلاص أنا هأمشي أشوف في مظامهم كيف الروس دول بيكتبوا. وحقيقة بعد درست يعني في الجامعة ما قدرت إلا سنة 80 أفهم بدون قاموس. اليوم احتفلت يعني باليوم اللي قريت فيه دوستويفسكي بدون قاموس واحدة من قصصه اسمها المساكين، ووجدت إنه كتاب زي دوستويفسكي وتشيخوف والجماعة دول كتاب فعلا عندهم عطاء في التجربة الإنسانية كلها كان كبير. يعني حقيقة هم من الشاعر بوشكين، الشاعر بوشكين يعني شاعر روسي من ناحية جده لأمه يعني هو إثيوبي إبراهيم هانيبال،
وابراهيم ده جاء روسيا يعني مختطف واهدوه للقيصر وكده، والمهم من سلالته طلع بوشكين خلطه افريقيه روسيه، وبيعتبروه اكبر شاعر عندهم، بشكسبير بتاعهم المتنبي بتاعهم يعني بوشكين. ومثلا ده فعلا عنده قصائد، عمل فيها قصائد اسمها بيقولها بالروسي بدرجانة كرانا، يعني زي كانه من وحي القرآن، 10 قصائد. نعم. يعني قصائد معروفة نحن ترجمناها في جبهة اللغة الروسية. يعني بتذكر كان في أستاذة مهتمة بتعمل روسية، هي نفسها مهتمة تعمل دراسة دكتوراه في شعبتنا، وترجمنا القصائد دي على أيامنا. لكن طبعا التجربة بتاعت شعبتنا انقطعت، أنا انقطعت منها من سنة 1992. دكتور أنت وين بتشتغل الآن في جدة هنا في المملكة العربية السعودية؟ صحيفة، يعني صحيفة الصحافة. نعم. صحيفة عموما. أيوة. نعم، صحيفة المدينة المملكة العربية السعودية، بشتغل ترجمة الشؤون الدولية. نعم. الشؤون الدولية، وترجم الصحف الأمريكية والبريطانية وأحيانا الروسية. نعم. كده حسب الأحداث العالمية. نعم. وترجم برضو مواد للصفحات الأخرى. نعم. المتخصصة. نعم. دكتور بشرى فاضل، كيف بتنظر للساحة الإبداعية الآن في السودان ككل، وعلى وجه الخصوص ساحة إبداع الشباب؟ يعني وعايزيننا من منطلق أو نقدر نقول بعيون زرقاء يمامة وبعيون عاشق لوطنه يعني، وفي نفس الوقت احنا زرقاء اليمامة دائما هي بنقول عليها إنها هي أنثى، لكن عند الدكتور بشرى فاضل أزرق اليمامة اللي هو ذكر. هذا صحيح. أنا حقيقة يعني بقول المجذوب نفسه، انه المجذوب كان بيقول الشباب الجديد يكتب افضل مننا، فنحن الان موجودين عندنا شباب عديدين جدا. انا اشوف مثلا نمسك حتى مش في الكتابه الابداعيه بس، شوف في مجال الغناء مثلا زي عقد الجلاد. نعم. انا اعتقد ان عقد الجلاد عملوا يعني فلته في تاريخ الغناء السوداني، الغناء الجماعي بتاعهم. نعم. وهم اضافه حقيقيه لكل التراث العظيم بتاع الغناء السوداني. نعم. ومغنيات مثلا زي حنان النيل وحنان النور والمغنيات الجدد، حتى يعني انا افتكر حتى اذا وصلنا لامال النور. نعم. وحنان. نعم. النيل وامال النور. نعم. والمغنيات حتى الجدد الان يعني زي انا شفت اغنيه لشروق ابو الناس عجبتني يعني. وايضا يمكن ان اقول انه في مجال الغناء ده مش الغناء الجماعي بس، حتى الغناء الفردي. انا مثلا اعجب بصوت محمود عبد العزيز. نعم. وكثير من الشباب. نعم. واعتقد انه الشباب دول مش يظلموا بانه يقولوا الان حصل شيء ويكون في نوستالجيا حنين للماضي. نعم. بالعكس، هم الـ 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 في مجال الغناء ده مجال. نجي نمسك في مجال الكتابه الابداعيه برضه، نجي في الكتابه الابداعيه نفس الشيء. نعم. عندنا كتاب جدد كثيرين جدا يعني، الناس اشادوا في الاوساط بعبد الغني كرم الله. انا وجدت كاتب ايضا اسمه محمد محمود بيكتب مثلا في سودان فرول. نعم. عندنا لمياء شمت كاتبه بديعه يعني في القصه والشعر والنقد. نعم. ودكتور عبد الماجد في النقد واخرين يعني كتابة يعني ومؤكد في الرواية. في الرواية عندنا عبد العزيز بركة. نعم. يعني هذا يعني رواية والقصة القصيرة يعني عمل فيها كتابات مجودة. وأيضا يوجد كتاب ما قلت لهم أنا زي السويم. نعم. ولكن توجد شاعرات. نعم. زي نجلاء قلت لهم يعني، لكن أتمنى أقرأ الكثير معهم زي نجلاء توم وزي ميرفت من كوستي. يعني في كثير من المبدعين يعني، فليكن ديل يعني ما نظلم الآخرين، في ناس كثيرين جدا يعني أثروا الساحة الثقافية مثلا زي محمد جميل أحمد. نعم. أنا أفتكر أنه الأجيال الجديدة أثرت الساحة في المجالات كافة، مش في الكتابة الإبداعية بس، وإنما في الغناء وفي التشكيل.